صحيح ما اتفقناش في حاجات كتير قوي، بس انت عارفه كويس قوي يا هلا ان انا لسه بحبك ومحتاجه جنبي. ما كنتش اتجوزتها، ما كانش قدامي غيرها في الوقت اللي انت ما كنتيش بتسمعي لي اي كلمه ولا اي راي. حسيتني ان هي محتاجه لي وكانت بتسمعني كويس قوي. كنت بحكي لها الحاجات اللي ما بقدرش احكيها لك يا هلا، وكانت بتفهمني اكتر منك. يعني اتجوزتها في لحظة ضعف؟ يمكن. ماشي، أنا هاجي على نفسي حاتم وهعمل حساب العشرة اللي بيننا يا حاتم، ومش هقول لك طلقني، وهطلع عقل وهنسى أي حاجة وحشة أنت عملتها فيا، وهسيبك تختار. يا لهي أختار؟ إيه؟ حتى دي كمان انت ما كنتش عامل حسابها. انا بس كنت عايز. ما عندكش حل تاني يا حاتم، يا تطلقها يا تطلقني. ولعلمك انا مش هستنى كتير، هو اسبوع واحد بس. لو ما طلقتهاش هفهم ان انت مش عايزني.